إيه كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتدينا السنة القبطية الجديدة إمتى؟ يوم الأربعاء اللي فات، وكان رقمها 1741. لسه ربنا يديكم العمر 71 دي كده وتشوفكم يعني. 1741 قبطية شهداء، 1741. احتفلنا بعيد النيروز، والكنيسة بتفضل تصلي بالنغم الفرايحي لمدة كم؟ قربتي شوية، لمدة 16 يوم. لمدة 16 يوم. ليه لمدة 16 مش 17؟ علشان اليوم 17 هو عيد الصليب المجيد، يبقى بنصلي بالنغم الفرايحي من يوم 1 توت لغاية 16 توت. يوم 17 و18 و19 توت هيوافقوا امتى؟ الجمعه والسبت والحد اللي بعد يعني الجمعه اللي جايه، لا دي اللي بعدها على طول هيكون عيد الصليب المجيد يوم الجمعه والسبت والحد، بنحتفل بيه لمده 3 ايام. يبقى تنتهي النغمه الفرح يوم الثلاث او يوم الخميس الموافق 16 توت. تعالوا نشوف مراد الانجيل، سهل قوي، تعالى حضراتكم كلكم حافظينه، هنسمعه مره واحده وبعد كده ممكن نقسمه حته حته. هللويا 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 اسمه بيكلم انت اسكت كده من اولها، اسكت واسكت واسمع حضرتك، اتفضل. اس جين تي نون مشاعر عمال بيفتح السلايد فاي اهي فاي اريبي موجوده اتفضلوا كده فاي اريبي او اريبي
Christus et Jesus.